انا بدايتي طيب طبعا كل الناس عارفه ان انا بدايتي كانت في نادي الزمالك وخلصت في, في نادي طلع الجيش اللي هو لما الجيل بتاع اللي هو 97 انتهى كل كل فتره ناشئين بتبقى ليها ايه سن معين وبتتلغي انتهت ولما كان في بعض المشاكل في, في, في نادي الزمالك ان في باكات ليفت في مشاكل فانا حبيت ان انا ارشح نفسي وابقى موجود حتى من غير مقابل وما حصلش نصيب مع اكيد مع رئيس النادي ومع الناس اللي مديرين الكوره وكده لقيت طبعا تجاهل وفي بلوكات اتعملت ومفيش اهتمام بالموضوع فانا الصراحه لقيت شخص ممكن كان في بعض المشاكل او او انتقادات ما بينه وما بينه هو اكتر شخص وقف جنبي اللي هو سياده المستشار مرتضى منصور اه انتقاد عادي آه آه ولما وصل له الفيديوهات بتاعتي ان انا تعبان آه الراجل بعت لي حد تبعه كلمني وقال لي سياده المستشار عايز يقابلك اليوم الفلاني وكنت خلاص متحدد اليوم في حد من على الميديا خد الفيديوهات اللي انا كنت منتقد سياده المستشار فيها ووديها له قال له ده ابراهيم كان اللي انت عايز تقف جنبه ده ده كان بينتقدك كان بيشتمك كان 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 وبيحاول يشحنه من ناحيتي وهو ده ما حصلش هو الصراحه سياده المستشار عمل له بلوك وقال له،, قال له الولد في الوقت ده عايز اللي طبطب عليه عايز عايز اللي يهتم بيه مش مش يعمل له بعض المشاكل المقابله كانت في قلب بيته بجد كميه الاحترام الراجل ده يا جماعه مش،, مش بياخد لقطه زي ما الناس بتقول او اللي بيتقال عنه من ظهره لا الراجل ده اي حد بيلجا له بيقف جنبه بيساعد كل الناس مش عشان ابراهيم شيكا الموضوع اتعرف على الميديا بس لا الراجل ده اي حد بيلجأ له او الموضوع بيوصله له بيحله فورا باي شكل من الاشكال الراجل ده مش بتاع لقطه الراجل ده محترم مش بتاع اي حاجه تانية طبعا بصي انا نظرتي فيه عشان اتعاملت معاه في النادي كتير كرئيس نادي لا انا شايفه حد كويس غير اللي بيطلع على الميديا وبيعمل وبيسوي ده لا مش ده انما هو في الطبيعه حد تاني خالص